بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، النهاردة هنحل مع بعض نموذج استرشادي في مادة التاريخ. الأسئلة بعنوان اختر الإجابات الصحيحة، عندنا ألف وب وجيم ودال. رقم واحد، في فقرة أو عبارة ضمت الدولة الطولونية ومن بعدها الدولة الإخشدية مصر والشام، في ضوء العبارة السابقة وجود مصر والشام في دولة واحدة بيحقق إيه؟ سيطرة على الدولة العباسية ولا القوة الاقتصادية ولا الزعامة الدينية ولا الريادة الثقافية؟ هنلاقي إن الإجابة الصحيحة إن وجود مصر والشام في دولة واحدة بيحقق قوة اقتصادية. رقم ب، بدأت الدولة الطولونية مرحلة جديدة مع الخلافة العباسية منذ ألف انتصار خمروي على قوات الخلافة، ب تولية خمروي الحكم بعد وفاة أبيه، ج عقد خمروي الصلح مع الخليفة، د ضم أحمد ابن طولون لبلاد الشام. هنلاقي إن الإجابة الصحيحة العلاقة أصبحت بينهم مع كونة مرحلة جديدة لما ج عقد خمروي الصلح مع الخليفة بعد عقد الصلح مع الخليفة. رقم 3، شكلت مصر أهمية استراتيجية للرومان قبل الفتح الإسلامي. مصر كان لها أهمية استراتيجية للرومان، يا ترى ليه؟ غناها بالموارد الاقتصادية، إنها بوابة القارة الإفريقية، إنها مركز الثقل البيزنطي العسكري، ولا سواحلها على البحر المتوسط؟ هي الإجابة الصحيحة رقم ألف، غناها بالموارد الاقتصادية، زي ما أخذنا قبل كده إن كانت مصر بالنسبة لهم استغلال اقتصادي. رقم 4، أكدت أحداث الصراع بين شورى ودرغام على منصب الوزارة على ضعف سلطة الخليفة الفاطمي، قوة ومهارة القوات الصليبية، تدخل العباسيين في شؤون مصر، أطماع شركوه في تولي حكم مصر. هنلاقي الإجابة الصحيحة يا رقم ألف، ضعف سلطة الخليفة الفاطمي، لأن سبب ضعف السلطة ده اللي خلى يحصل صراع على منصب الوزارة. 5، تجلى الولاء السياسي لمحمد النطاقي اتجاه الدولة العباسية عندما ألف تصدى لهجوم الأعراب على قافلة الحجاج، ب تصدى للخطر الفاطمي على مصر، ج مد نفوذه على الشام والحجاز، د أقام دولة مستقلة له في مصر والشام. هو الأفضل أو الإجابة الصحيحة يا رقم ب، بسبب تصدي للخطر الفاطمي على مصر، إن هو أصلا في البداية تصدى الأول لهجوم الأعراب على قافلة الحجاج فأصبح له مكانة، إنما تجلد بقى المكانة والولاء السياسي وأصبح له مكانة كبيرة تجاه الدولة العباسية قدام الخليفة العباسي لما تصدى للخطر الفاطمي على مصر. ساعتها بقى اعطاله مثلا لقب ايه الاخشيد وخلاه يتولى ولايه مصر. 6، ظهر الذكاء العسكري لعمرو بن العاص اثناء فتح مصر في معركه بلبيس، مفاوضه المقوقس، استيلاؤه على العريش، اصدار عهد الامان. الاجابه الصحيحه رقم ألف، معركه بلبيس. احنا قلنا بعد ما دخل مصر وقدر يستولي على العريش ثم الفرمه، قرر الاعتصام بالصحراء وانه يتجه للصحراء، فعدى من الصحراء الشرقية وبالمنطقة القواصر اللي هي دلوقتي القنطرة لغاية لما واجه الأرطبون في معركة بلبيس، وهو قرر الاعتصام بالصحراء بسبب مهارة الجنود العرب في الحرب في المناطق الصحراوية، وده بيدل على ذكائه السياسي عشان يكون مركز أو سبب لانتصاره هو. رقم 7، اختلفت الدولة الطولونية عن الدولة الإخشيدية من حيث ألف مد النفوذ والسيطرة، ب الاعتراف بالتبعية للخليفة العباسي، ج الأصول العرقية لمؤسس الدولة، د محاولات العباسيين لاسترداد مصر والشام. هنلاقي إن الإجابة الصحيحة هي محاولات العباسيين لاسترداد مصر والشام. طب اخترت الإجابة دي ليه؟ لأن في أثناء الدولة الطولونية ظهرت أكثر من مرة محاولات من الدولة العباسية انها تسترد مصر والشام، والكلام ده كان حصل بس بعدها، وهي فعلا استطاعت انها تسترد مصر بعد نهاية الدولة الطولونية. السؤال رقم 8، الصراع بين العباسيين في العراق والفاطميين في مصر كان صراعا من اجل ايه؟ يعني الصراع بمعنى اصح بين الدولة العباسية والخلافة العباسية والدولة الفاطمية اللي كانت في مصر كانت من اجل ايه؟ ألف الدفاع عن بلاد الشام، ب الزعامة السياسية والدينية، ج نشر الإسلام في أوروبا، د السيطرة الاقتصادية. هنلاقي إن الإجابة هي رقم ب الزعامة السياسية والدينية. رقم 9، وصل نفوذ الفاطميين إلى بغداد وأقيمت لهم الخطبة على منابرها لمدة عام واحد بسبب ألف
انتشار الدعوة الفاطمية ب ولاء بعض القادة العباسيين الفاطميين ج القوة الاقتصادية والعسكرية للفاطميين د خضوع الشام والحجاز لحكم الفاطمي. هنلاقي ان الاجابة الصحيحة هي رقم ب ولاء بعض القادة العسكريين العباسيين ولاء بعض القادة العباسيين للفاطميين. طب اشمعنى الاجابة دي؟ احنا عندنا بسبب ان ولاء بعض القادة العسكريين زي ارسلان البساسيري اللي كان ولاء للدولة الفاطمية، فده اللي خلاه تقام الخطبة لمدة عام كامل في بغداد للدولة الفاطمية. رقم 10، اكتسبت مدينة الفسطاط شهرتها الاقتصادية طوال عصر الولاة لمصر بفضل أ كونها مركز تجاري، ب إنشاء مسجد عمرو بن العاص، ج كونها عاصمة للبلاد، د مكانتها العلمية. الإجابة الصحيحة هي رقم أ كونها مركز تجاري. رقم 11، جعل الإخشيد الوصاية على ابنه أبي القاسم أنجور لخادمه كفور، وكان من أجل أ بث الرعب في قلوب الأمراء المنافسين، ب ثقة في إخلاص كافور، ج طمأنة الخلافة العباسية على حكم مصر، د قدرة كافور على صد هجمات الفاطميين. الإجابة الصحيحة هي رقم ب ثقة في إخلاص كافور، لأن كافور كان هو اللي كان بيعهد إليه بتربية أبنائه فكان بيثق فيه. 12، أظهر عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب أثناء مؤتمر الجبية معلومات عن مصر واضح، ألف قوة ومناعة حصنها، ب ثروتها ومكانتها الاقتصادية، ج مكانتها الدينية للبيزنطيين، د قلة القوات البيزنطية بها. لو قرينا الفقرة اللي كانت بتتكلم عن مؤتمر الجبية اللي فيها الكلمة اللي قالها عمرو بن العاص اللي بيوضح فيها أسباب فتح مصر، هنفهم من كده إن الإجابة الصحيحة هي رقم ب ثروتها ومكانتها الاقتصادية. رقم 13، انسحبت قوات عموري من مصر بسبب. عموري هو ملك بيت المقدس اللي استعان به ضرغام، تمام، امام شاور. احنا عارفين الصراع اللي كان بين شاور وضرغام على منصب الوزارة، فكان شاور استعان بنور الدين محمود، بينما استعان ضرغام بملك الصليبيين في بيت المقدس اللي هو كان وقتها عموري. طيب الاجابة ايه اللي خلاها انسحبت؟ ألف المقاومة القوية للمصريين، ب قوة ومهارة الخليفة العاضد، ج مساندة المصريين للدورة الفاطمية، د صمود قوات نور الدين محمود. أكيد الإجابة الصحيحة هي رقم د صمود قوات نور الدين محمود. رقم 14، الصلات التاريخية القديمة بين مصر والعرب أدت إلى، يعني الصلة اللي بين العرب ومصر من زمان أدت إلى إيه؟ أ ترحيب المصريين بالفتح العربي، ب معرفة العرب بأحوال مصر، ج عدم تردد عمر بن الخطاب في فتحها، د مساعدة المصريين للعرب عسكريا أثناء الفتح. هنلاقي إن الإجابة العلاقة التاريخية اللي بينهم أدت إلى معرفة العرب بأحوال مصر، رقم ب. رقم 15، اضطر كثير من المصريين أمام ظلم الرومان إلى الاختفاء في الصحراء. دي عبارة، في ضوء العبارة السابقة هنلاقي إن المصريين هربوا إلى الصحراء، ده بسبب تعرضهم لضغوط إيه؟ اجتماعية، سياسية، اقتصادية، عسكرية. طبعا أكيد الإجابة الصحيحة ضغوط اقتصادية، زي ما احنا درسنا الضرائب اللي كان بيفرضها الرومان على المصريين. مرت الدولة الفاطمية بفترات عصيبة أثرت على حياة المصريين. في ضوء العبارة، تنطبق العبارة السابقة على فترة حكم الخليفة مين؟ العابد، المستعلي بالله، العزيز بالله، المستنصر بالله. طبعا الإجابة الصحيحة هي المستنصر بالله، لأن احنا قلنا ظهر في نهاية عهده مجاعة تعرف باسم ايه؟ الشدة المستنصرية. 17، من أقوال عمرو بن العاص في مؤتمر الجبية عن مصر هي أكثر الأرض أموالا وأعجزها عن القتال والحرب.
ظهر صدق هذه المقولة. يعني دي كانت من ضمن الكلام اللي قاله في مؤتمر الجابية. اتأكدنا من صدق المقولة من خلال ايه؟ ألف الهزائم المتتالية للروم أثناء الفتح، ب رفض هرقل صلح المقوقس مع عمرو بن العاص، ج طول حصار مدينة الإسكندرية، د طلب عمرو بن العاص المدد من الخليفة. لو جينا فكرنا هنلاقي ان ظهر الصدق من خلال الهزائم المتتالية أثناء للروم أثناء الفتح، رقم ألف. رقم 18 تميزت الخلافة الفاطمية للمستنصر بالله عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. يعني ايه الميزة اللي خلت حكم المستنصر بالله متميز عن حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي؟ ألف السيطرة على شمال أفريقيا، ب ضم الأماكن المقدسة، ج مد نفوذ الفاطميين للشام، د التفوق على الخلافة العباسية. وهنلاقي الإجابة هي رقم د التفوق على الخلافة العباسية. تسعة عشر اعتمدت الدولة العباسية في بدايتها على تقليد الفرس لولايتها بسبب، يعني كانت الدولة العباسية معتمدة على ان الفرس يمسكوا الولايات. السبب في كده ألف الولاء السياسي، ب الانتماء العرقي، ج الثراء الاقتصادي، د المكانة الاقتصادية. هنلاقي ان الإجابة الصحيحة هي ألف الولاء السياسي. طب اشمعنى اخترنا رقم ألف الولاء السياسي؟ لان الدولة العباسية اساسا قامت اعتمادا على الفرس من بداية. رقم 20 كان السبب الرئيسي في اختيار الخليفة عمر بن الخطاب لعمر بن العاص قائدا لفتح مصر يعود إلى ألف أنه صاحب فكرة فتح مصر، ب مهارته وكفاءته العسكرية، ج خبرته بأهل مصر أدروا بها، د قرابته من الخليفة. الإجابة الصحيحة هي رقم ج خبرته بأهل مصر أدروا بها، يعني من خلال زيارته لمصر أكثر من مرة كتاجر فأصبح عنده خبرة بأهل مصر وأدروا بها. 21 تعددت الأخطار الخارجية التي واجهت الدولة الفاطمية أثناء مرحلة القوة في عهد، يعني كان في أكثر من خطر في مرحلة القوة في الدولة الفاطمية. كانت في عهد مين؟ الحاكم بأمر الله، المعز لدين الله، العزيز بالله، جوهر الصقلي. هنلاقي إن الإجابة الصحيحة هي رقم ج العزيز بالله. رقم 22 ساءت أحوال المصريين الاقتصادية تحت حكم الرومان، ولكن تغيرت تلك الأحوال عقب. الأحوال المصرية كانت فعلا الاقتصادية سيئة جدا أثناء حكم الرومان. إمتى تغيرت؟ ألف حفر خليج أمير المؤمنين، ب فتح حصن بابليون، ج إصدار بيان عمرو بن العاص بعد الفتح، د بناء مدينة الفسطاط. الإجابة الصحيحة هي رقم ج إصدار بيان عمرو بن العاص بعد الفتح. البيان اللي أصدره عمرو بن العاص ألغى فيه كل أنواع الضرائب على المصريين اللي كانت موجودة في حكم الرومان، وأعطاهم الأمان على عقائدهم وأموالهم، تمام، وريحهم من الضرائب. فبالتالي كل الأحوال اللي كانت سيئة اللي بيعاني منها المصريين انتهت تماما وتغيرت بعد هذا البيان. رقم 23 عبارة بتقول رغم استقلال الدولة الطولونية والإخشادية عن الخلافة العباسية إلا أنهما ظل تابعين للخلافة العباسية إسميا. في ضوء العبارة السابقة ما مظاهر التبعية الإسمية للخلافة؟ ألف تدخل الخلافة العباسية في شؤون مصر الداخلية، ب تعيين الخلافة العباسية لوزراء هذه الدولة، ج حماية الدولة حماية الحدود الشرقية للخلافة العباسية، د الدعاء للخليفة العباسي على المنابر. الإجابة الحقيقية أو الصح هي د الدعاء للخليفة على منابر المساجد. طبعا جنب اسم الخليفة اللي متولي الدولة أيا كان سواء دولة طولونية أو إخشادية. رقم 24 يرجع السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني. ظهور الدول المستقلة في مصر له أسباب كثيرة، بس أنا بدور دلوقتي على السبب الرئيسي. ألف الأزمات الداخلية للخلافة العباسية، ب قوة مصر الاقتصادية، ج موقع مصر الجغرافي، د طبيعة شعب مصر المسالمة. هنلاقي إن كلهم أسباب.
انما انا بدور على السبب الرئيسي والاساسي، هلاقي اللي سبب ظهور الدول المستقله اصلا هو الازمات الداخليه للخلافه العباسيه. لو ما كانتش الخلافه العباسيه ضعيفه في بينها خلافات، ما كانش فكر حد انه يتجرأ ويستغل مصر في اقامه دوله مستقله. وطبعا بقيه الاسباب دي كلها فعلا في مصر موجوده، ودي كانت سبب من اسباب قيام الدوله المستقله، لكن انا بدور على السبب الرئيسي. 25 نقل عبد العزيز بن مروان عاصمه مصر من الفسطاط لاسباب: ألف سياسية، ب عسكرية، جيم اقتصادية، د جغرافية. الأسباب طبعا كانت أسباب جغرافية. طب لو جيت قبل كده أفكركم إن هو نقل الخلافة إلى بغداد، أو قصدي سوري نقل العاصمة إلى حلوان، لأن كان عنده أسباب جغرافية بعد ما أصاب بالمرض. وكانت حلوان بتتميز بأن هي مدينة فيها العيون المياه المعدنية والكبريتية، فحب يستغل المكان بتاعها جغرافيا. 26 سعى المسلمون لفتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وذلك لتأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة. لما حب أن هو يفتح مصر كان عايز يأمن الدولة من جهة: ألف الشمال، به الجنوب، جيم الشرق، دال الغرب. الإجابة هتبقى دال الغرب. 27 كان الدافع الأكبر وراء إرسال نور الدين محمود قواته إلى مصر هو: ألف إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر، ب دعم الفاطميين في مواجهة الصليبيين، ج مساندة شاور في صراعه على الوزارة، د تولية صلاح الدين حكم مصر. السبب اللي كان الأكبر في إن ليه نور الدين محمود يبعت قواته إلى مصر، هو أصلا بعت قواته بسبب إن شاور طلب منه الدعم في صراعه مع درغام على الوزارة. فلما أرسل له القوات بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي، ما كانش هدفه إن هو يساعد شاور أو مثلا يقف ضد مع الفاطميين أو يولي صلاح الدين. كان الهدف الأساسي هو إنهاء الخلافة الفاطمية اللي كانت سبب ضعف في الدولة الإسلامية، وكان كل هدف نور الدين محمود الأساسي إن الدولة الإسلامية كلها تتحد في راية واحدة لمواجهة الخطر الصليبي. يبقى الإجابة الصح هي رقم ألف. رقم 28 رفض هرقل إمبراطور الروم الاتفاق الذي عقده المقوقس مع عمرو بن العاص بسبب: ألف ثقته في قادته العسكريين، ب قدرة جيوشه على الهزيمة المسلمين، ج حرصه على الاحتفاظ بمصر، د انحياز المقوقس إلى جانب عمرو بن العاص. وكان هرقل رافض الاتفاق أساسا بسبب حرصه على الاحتفاظ بمصر. رقم 29 كان السبب الرئيسي في تغيير الوضع السياسي لمصر كليا، عايزة سبب خلى الوضع السياسي في مصر يتغير بشكل كامل: ألف زوال سلطة الإخشيديين عن مصر، ب مجيء أحمد ابن طولون، ج انتقال المعز لدين الله إلى مصر، د بناء جوهر الصقل لمدينة مدينة القاهرة. كل دي أسباب عملت تغيير سياسي، لكن أنا عايزة تغيير سياسي كلي. الإجابة الحقيقية أو الصح هي ج انتقال المعز لدين الله إلى مصر. طب هو انتقال المعز عمل إيه؟ الحاجة الأساسية اللي غيرها أو بشكل كلي إن ما خلاش مصر مجرد دولة مستقلة، إن هو عمل فيها إن خلاها مركز الرئيسي للدولة الفاطمية، ونقل عاصمة الدولة الفاطمية من شمال أفريقيا والمغرب إليها. فأصبحت مصر مركز ودار أساسي للقيام أو لعاصمة الدولة الفاطمية أصبحت مركزها. الحاجة كمان التانية إن الدولة الفاطمية ما كانش لها أي تبعية ولا إسمية ولا فعلية للخلافة العباسية. تمام؟ يبقى الإجابة هي رقم دين. 30 تشابه عصر كل من عبد العزيز بن مروان والعزيز بالله. بمصر في الاهتمام بإيه؟ هما الاثنين كانوا متشابهين في إيه؟ ألف النشاط العمراني، ب النواحي العسكرية، ج اتخاذ عاصمة جديدة لمصر، دال القضاء على الثورات الداخلية. هنلاقي ان التشابه بين عبد العزيز ابن مروان والعزيز بالله هو النشاط العمراني، ان كلاهما كانوا مهتمين بالنشاط العمراني واقامة القصور والحدائق والبساتين زي ما عمل عبد العزيز ابن مروان في حلوان، وزي عبد العزيز بالله مهتم باقامة المساجد والقصور وغيرها. وبكده اكون خلصت معاكم النموذج الاستشاري، وشكرا لكم.